يستمر مركز كليمونسو الطبي بالتميز والتحليق عاليا في سماء التطور الطبي، وهو يسعى على الدوام إلى تقديم أفضل وأهم التقنيات الطبية. هو رائد في مجاله خصوصا على صعيد الجراحة، وهذه المرة عبر تريكفالف، وهي عملية تجرى للمرة الأولى في تاريخ لبنان وفي تاريخ المنطقة، وبعد 7 أشهر من أول مرة أجريت في العالم تحديدا في أمريكا. هي عملية تركيب صمامات بالشرايين بتوصل دم للجهة اليمين من القلب. ونحن ليه بنركبها؟ هيدا بصير بالناس اللي عندهم ضعف بعضلة القلب اليمين، وصمام اللي بيوصل هونيك الأذين والبطين بيكون مرخي كتير، عبي رجع دم رجوع على البطن على الأجرين، وبنكون ما قادرين نعملهم جراحة، بنعملهم هالصمامات. التريك فالف عملية غير جراحية تقام بواسطة القسطرة. هالصمام بيفوتوا من طريقة الفخذ بعملية لا جراحية من نادور، بنحط الصمام بالشرايين ليشتغلوا محل القلب اليمين ويمنع تراجع الدم للإجرين، وبيساعد المرضى كتير منهم لنفسهم، منهم إنه ما يورموا مي، ومنهم يرجع حياتهم طريقة طبيعية. ماذا عن مسار التعافي ما بعد الجراحة؟ هي التعافي من هيدا هو تعافي سريع، عادة من خلال أيام المريض بيرجع على البيت، خلال 48 ساعة بيرجع على البيت، وهيدي عملية كتير جديدة، يعني هلا صارت لأول مرة بأمريكا من شهر 2 أو شهر 3 ب 2022، يعني عملية كتير متطورة وكتير جديدة، ولكن التعافي كتير سريع والمريض في يرجع لحياته الطبيعية خلال أيام. التريكفالف التي أجريت في CMC للمرة الأولى وفي المنطقة تكللت بالنجاح.